لذلك اعرف قيمة نفسك. يقول إقبال: أنت عليك أن تؤمن بالله ثم تؤمن بذاتك، وتستمد إيمانك بذاتك من إيمانك بالله. وقلت لكم أنا مع إيه؟ مع فلسفة إقبال إيه؟ في الخودي، في الذاتية. بل قال لك: أنت عارف قيمة نفسك، أنت يا مسلم موضع عناية الله، أنت مراد الله، هذا الكون كله صدفة، وأنت الجوهر الحقيقية في داخل الصدفة هذه، أنت أنت وأنت كذاتها كمان كفرد هيك مهم جدا جدا. قال: ما تهتم، تقول أنا أي واحد، أنا إيش بساوي؟ أنت ممكن تساوي كتير 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 كتير، وخاصة إذا عندك الرسبت أو الوصفة، إذا عندك مش عند غيرك ولا مش صحيح، أنت ممكن الله يحيي بك أمك. لا تيأسوا، لا تقنطوا من أنفسكم، لا أقول من روح الله فقط، لا تقنطوا من أنفسكم أيها الشباب، أيتها الشابات، لا تقنطنا، لا تيأسنا. وبعدين ما عليكم ليجعل كل واحد منا مثالا له. أحد هؤلاء الأوروبيين العظام، أوروبا كان وضعها أصعب بكثير من وضع العرب الآن. ما أعتقدش الآن أنه إيه؟ فرد عربي ذكرا كان أم أنثى لو أراد أن يجتهد أو يقدم أشياء في العلم والفكر والفلسفة والثقافة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وكذا، أنه يعني يتهم بالهردقة أو يقتل كذا. ما في بعض البلاد فيها تضييق شوي إيه غريب وعجيب، لا ينتمي إلى العصر. فخلي أنت مثالك مثال الأوروبيين، قول أنا سأكون رائدا لأمتي. طبعا ما تنتظر عاد الجزاء العاجل، انتبه، أنت تفعل هذا الآن في هذه الحالة من الخمود والجمود والنوم الطويل، طبعا ستصبح غرضا لسهام كثيرة، سيسخر منك، ستتهم بخمسين ألف مليون تهم. لا عليك، أنت تبصر طريقك وتعرف سمتك، امضي إليه من غير تردد ولا وجل، من غير أن يتخونك أي شيء من يأس أو قنوط، امضي بإذن الله تعالى.